تواصلت فعاليات دورة الألعاب السعودية 2023 والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وكانت الدورة شهدت يوما حافلا بإقامة عدد من المنافسات في عدد من الرياضات المختلفة، حيث توج سمو الأمير فهد بن جدوي بن عبد العزيز بمساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية الفائزين في منافسات الشطرنج التي أقيمت في صالات مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بحضور الدكتور عبد الله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، حيث انتزع أحمد الرحيلي ذهبية فئة الكلاسيك للرجال، وحصد محمد صلاحات الميدالية الفضية، فيما نال البرونزية أحمد الثبيتي. أما فئة السيدات حصدت داليا السميري الميدالية الذهبية، تلتها بالفضية هالة شاهين، فيما نالت البرونزية أسماء الجابري. كما توج سمو الأمير الفائزين بمنافسات الجودو التي أقيمت في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود بحضور الدكتور عبد العزيز البسام رئيس الاتحاد السعودي للجودو وماثيو فايفر المدير التنفيذي لمركز التدريب السعودي الأولمبي، حيث حصد محمد فيرق لاعب الهلال ذهبية وزن تحت 60 كيلوغرام، وحسم عبد العزيز البيشي لاعب العلا ذهبية وزن تحت 66 كيلوغرام، وتمكن زميله في النادي عبد الله حماد من الفوز بذهبية وزن تحت 73 كيلوغرام. أما في وزن 73 كيلوغرام حسم محمد الحربي لاعب نادي قلوة الميدالية الذهبية، وظفر نايف مزين لاعب العلا بذهبية وزن 90 كيلوغرام. وفي سباق الدراجات فئة الفرق ضد الساعة حسم نادي القادسية الميدالية الذهبية مسجلا ساعة ودقيقتين وست عشرة ثانية، وتوج الفائزين عبد الله بن علي الوعلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات وأسماء بن جاسر الجاسم نائب رئيس الاتحاد. وغدا ستنطلق منافسات فرد الرجال وفرد السيدات. وفي لعبة التجديف الداخلي توج علي حسن رضا رئيس الاتحاد المتسابق حسن قادري بالميدالية الذهبية لسباق 2000 متر للرجال، فيما حصدت إيما ميريك الميدالية الذهبية في فئة السيدات. وأخيرا حصد فريق السعود وولف الميدالية الذهبية لمنافسات سباعيات الركبي والتي اختتمت اليوم في نادي الرياض، وتوج الفائزين علي مصباح الدجاني رئيس الاتحاد السعودي للركبي. كيف شفت المنافسة اليوم بين الهلال والنصر وتحقيق الهلال الميدالية الذهبية في كرة السلة؟ والله بدون شك المنافسة دائما طيبة، منافسة بين فريقين عريقين يعني، وكانت دائما المنافسة سابقا بين هذين الفريقين يعني جعلت كرة السلة تطلع أكثر وأكثر، تنافس أكثر وأكثر، وهذا ما يسعدنا إحنا أن نشوف مثل هذا التنافس زي ما بين الأهلي والاتحاد وبين أحد والأنصار. التنافس هذا راح يرفع مستوى اللعبة وينعكس على المنتخب السعودي إن شاء الله في المستقبل. بدون شك أننا إحنا بالنسبة لنا اللي شفته اليوم أنا شيء أنا سعيد فيه جدا، وفوز مستحق، وإن شاء الله أن نحافظ على هذا المستوى وأن نرفع مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في النادي، وأهم من هذا كل الأجهزة الطبية، لأنه كل ما كان هناك عندك أنت أجهزة فنية وخاصة بالناحية الطبية هذا يرفع مستوى اللاعبين ويجهزهم للمباريات القادمة. نشكر الحقيقة القيادة على هذه التظاهرات المميزة والتي جعلت تنعكس على الألعاب الفردية والألعاب الجماعية عدا كرة القدم، واللي انت قاعد تشوفه الآن تنافس شريف وفي نفس الوقت فيه استفادة فنية ومالية. كيف شايف الدورة بشكل عام؟ بدون شك انها يعني افضل من العام الماضي، في تحسن كثير و ملاحظات كثيرة إن وجدت يعني بتتغير في السنة اللي بعدها، أنا متأكد أن السنة الجاية حتكون أفضل إن شاء الله.